اهلا بيك في فيديو جديد. والنهارده احنا هنتكلم على شويه منهوات، يعني اقترح لك في الفيديو ده بعض المنهوات والمنهى اللي انصحك انك تشوفها. ودي سلسله موجوده هنا على القناه اسمها منهوات انصحك بيها، اللي بقترح فيها بعض المنهوات والمنهى اللي انا شايف ان هم يستحقوا مشاهده. فمتنساش تعمل لايك وتشترك في القناه قبل ما نبدا في الفيديو ده. وانت متعرفش في قائمه تشغيل على القناه بتتكلم عن المنهوات والمنهى، تقدر تشوفها بعد ما تشوف الفيديو ده. ويلا بينا نبدا الفيديو ده مع اول منهوه. المنهوه الاولى اللي معانا اسمها ساحر ابتلاع التنانين، او ساحر امتصاص التنانين، اللي بتتكلم عن البطل بتاعنا واللي كان من عائله مرموقه في عالم السحر، لكن عيلته كلها بتموت ومش بيتبقى غيره. وللاسف هو بيكون عنده مرض بيخليه ميقدرش يستخدم السحر زي الناس الطبيعيه، والنتيجه لده بتكون حالته سيئه جدا. وبيكبر وبيشتغل كمرتزقه، والنتيجه لده ما بيوصلش لاي حاجه في عالم السحر. لكن في النهايه وهو شغال كمرتزقه بتحصل له حادثه، والنتيجه لده بيرجع بالزمن. ومش بس كده، بتخليه كمان يبقى عنده قوه جديده، والقوه دي بتخليه واحد من اقوى السحره. ومن هنا بتبدا الرحله بتاعت البطل بتاعنا. دي واحده من اجمل المنهوات اللي كنت قراتها. المنهوه دي تعتبر جديده نوعا ما، وهي 55 فصل بس، وهي حاليا مستمره. فانت لو ما تابعتهاش فانصحك انك تشوفها بشكل كبير، لانها واحده من المنهوات المميزه نوعا ما في المجال بتاعها، واللي هو عالم السحر. فانت لو بتحب المنهوات بتتكلم عن السحر وكده فانصحك بالمنهوه دي جدا. وخلينا نروح للمنهوه اللي بعدها. المنهوه اللي بعدها واللي اسمها غريب برضه، واللي اسمها هاخد اجازه لاسباب شخصيه. وبعيدا عن اسمها الغريب، في المنهوه دي واحده من اغرب المنهوات اللي كنت تابعتها، واللي في نفس الوقت تعتبر واحده من المنهوات الجميله جدا اللي انصحك انك تشوفها. المنهوه بتاعتنا بتتكلم عن البطل اللي في العالم بتاعه الناس بيبقى عندهم قوه خارقه وبيقدروا يركزوا قوات خارقه، لكن البطل بتاعنا ما كانش عنده اي قوه خارقه لحد ما لقى تطبيق غريب جدا على التليفون بتاعه. والتطبيق ده بيكون عباره عن لعبه، اللعبه دي فيها نمل ومفروض هو بيلعب معاهم، اذا كان بقى بيقتل النمل ده او بيعمله كويس. ونتيجه لاستخدام التطبيق ده بيقدر يركز قوه جديده، والقوه بتاعته دي هي من اقل فئه الفئه دي. ومن هنا بتبدا الرحله بتاعتنا، ازاي البطل بتاعنا ده اللي الايكوس قوه من الفئه دي هيبقى واحد من اقوى الابطال، وهيبقى عنده قوه كبيره جدا ويقدر يتغلب على اغلب الاشرار. دي واحده من المنهوات اللي انا تابعتها واستمتعت بيها جدا، هي مستمره لحد دلوقتي وفيها لحد دلوقتي 103 فصل. فهي منهوه من المنهوات الحماسيه واللي فيها احداث كتير وتعتبر مختلفه بشكل كبير جدا، لكن احيانا ممكن تحس انك متوقع الاحداث، لكن هي واحده من المنهوات الجميله اللي تستحق انك تشوفها وانك تديها فرصه برضه. فلو انت ما شفتش المنهوه دي وكنت بتدور على منهوه فوق ال 100 فصل وفي نفس الوقت بتتكلم عن ناس بيركزوا قوات خارقه، فانصحك انك تشوف المنهوه دي واللي اسمها غريب. وخلينا نروح للمنهوه اللي بعدها. المنهوه اللي بعدها عن السحر برضه، واللي اسمها السحر الاسود اتجسد بعد 66 الف سنه. والصراحه ده اسم طويل جدا، لكن هي واحده من المنهوات الجميله. المنهوه دي بتتكلم عن ديابلو. ديابلو ده كان واحد من اعظم السحره، واللي في الاخر اتهزم واتسجن في مكان شبه الهاويه. المكان ده ما فيهوش اي حاجه، لكن بعد ما اتسجن لمده 66 الف سنه بيتولد من جديد، وبيبدا ان هو يستعيد قوته من الاول عشان ينتقم. والصراحه دي واحده من المنهوات الحماسيه بشكل مش طبيعي، والبطل بتاعنا مميز بشكل كبير لانه يعتبر كان اقوى واحد قبل ما يتسجن، وبعد ما اتولد او اتحرر من جديد بنشوفه وهو بيحاول يستعيد قوته وازاي هيبقى واحد من اقوى الناس الموجودين. ودي الصراحه منهوه حماسيه جدا انصحك انك تشوفها. المنهوه دي عدد فصولها 117 فصل، وهي مستمره لحد دلوقتي، كون لحد دلوقتي من 3 مواسم، والموسم الثالث هو المستمر. ولو انت واحد من محبين المنهوات الطويله او اللي فوق 100 فصل فانصحك انك تشوف المنهوه دي. ولو برضو بتحب المنهوات اللي بتتكلم عن السحر، فالمنهوه دي هتكون واحده من المنهوات الجميله جدا واللي هتناسبك بشكل كبير. وهي دي كانت المنهوه الثالثه اللي معانا. وبكده يكون الفيديو النهارده خلص، واللي اقترحت فيه 3 منهوات بس اللي انصحك انك تشوفهم بشكل كبير. لو انت طبعا ما كنتش تابعت اي منهوه من المنهوات دي، لكن لو انت كنت تابعت منهوات تانيه وتابعت كل الموجودين في الفيديو، انصحك انك تشوف قائمه التشغيل اللي هنا على القناه اللي اقترحت فيها منهوات اكتر من دي بكتير جدا. واحتمال كبير جدا تلاقي فيديو من الفيديوهات دي في منهوه انت ما تعرفهاش او ما شفتهاش قبل كده، لان في منهوات كتير جدا تستاهل المتابعه في القائمه دي. لكن لو انت طبعا شفت كل المنهوات اللي في الدنيا، ممكن تكتب لي تحت في التعليقات منهوات انت شفتها وشايف انها تستحق المشاهده، عشان ممكن اقترحها في الجزء الجديد من الفيديو ده او من سلسله منهوات انصحك انك تشوفها. فلو انت شفت اي منهوه تستحق المشاهده وحاسس ان انا المفروض اتكلم عنها، اكتبها لي تحت في التعليقات. وبس كده، متنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان اشوفك الفيديو الجاي، وما يفوتكش اي فيديو جديد. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.